على متن الطائرة في طريقه إلى واشنطن. يرتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أوراقه لكي يعرض على البيت الأبيض نتائج جولته المكوكية الأخيرة إلى الشرق الأوسط. إلا أن الأخبار الواردة من المنطقة الملتهبة ستخبر جو بايدن أن مبعوثه على الأرجح لم يوفق في مهمته، مهمة ركزت بشكل رئيسي على وقف انفراط عقد الأمن في المنطقة، تهدئة الجبهات المتفجرة حول جبهة غزة، تضميد جراح القطاع، ولجم التصعيد اليميني داخل إسرائيل. طرح وفق التقارير أخذ في الحسبان أمن إسرائيل وإدماجها في نطاق جيرانها، مستقبل الدولة الفلسطينية وسيناريو اليوم التالي، منع المنطقة من الانزلاق إلى طوفان حرب إقليمية. لكن إسرائيل كانت واضحة بشأن الخيارات الصعبة التي عرضها بلينكين على نتنياهو، فلا عودة لسكان غزة إلى شمال قطاعهم، لا وقف للعملية العسكرية على المدى القريب، لا مستقبل لدولة فلسطينية مستقلة يلوح في الأفق. هذا وفق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة منذ لقاء بلينكين ونتنياهو الذي وصفته الصحافة الإسرائيلية بأنه كان متوترا للغاية. ومن الضفة ظهرت تقارير تؤكد أن الرئيس محمود عباس انتقد الدور الأمريكي في الصراع وطلب بلينكين بأن تقوم بلاده بإصلاح سياستها الخارجية وخصوصا المتعلقة بالمنطقة وتحديدا فلسطين. الجبهة اللبنانية أيضا لم يتوقف الرصاص فيها، فلا تزال عمليات القصف المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في الشمال جارية، بل صعدت إسرائيل من عملياتها وركزت على تنفيذ اغتيالات دقيقة لقادة ميدانيين في الحزب. أما رد إيران على رسالة واشنطن بعدم التصعيد فقد جاء واضحا باحتجاز طهران لناقلة نفط أمريكية خلال عبورها في خليج عمان، وتصريحات لوزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان بأن استمرار التصعيد في غزة سيوسع نطاق الحرب. كل هذه المعطيات قد تعكس نتيجة زيارة بلينكين لعشر دول خلال رحلته بأن الدبلوماسية الأمريكية يبدو أنه فشل في إيقاف العد التنازلي لانزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.